الحاجه التانية طبعا ان انا لعبت كره طايره، ده مشوار بقى الرياضه، فده مشوار رياضه لعبه طبعا يعني بنيت فيها اجمل سنين عمري، ويمكن الرياضه والنادي الاهلي اثروا في حياتي العمليه جدا 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 جدا، اثروا في حياتي الزوجيه، اثروا في حياتي انا بربي ولادي ازاي، بتعامل مع صحابي ازاي، لان الموضوع مش موضوع ان حضرتك بتنزل تروح تتمرن وتلعب بطوله وتكسب وتروح، احنا في مجال الرياضه يعني يمكن حضرتك بتسالني على حاجه اجمل سنين عمري هي السنين دي، فتره الرياضه جدا طبعا. وطبعا صداقات عمري لا كلها، لا الطايرة في النادي ما شاء الله يعني طبعا طبعا طبعا، وصداقات طبعا الانسان يعني يعني محمد مصلحي دلوقتي هو مدرب النادي الاهلي، محمد مصلحي طبعا ده صديق عمري، هو محمد عبد الكريم، ياسر عبد المنعم، حمدي الصافي، ايمن رشدي ربنا يشفيه طبعا، ايمن عمل إيه ايمن ايمن الحمد لله الحمد لله تعافى بسلام لان كانت عمليه خطيره جدا صحيح، والحمد لله خرج بألف الحمد سلامه لله. الحمد لله. ويمكن اللحظات دي حضرتك بتشوف بقى يمكن مصر كلها وكل اصحابه القدام من اسكندريه ومن القاهره حواليه. فطبعا الرياضه حاجه مهمه. انا عايز بس كمان. محمد مصلحي بالذات محمد كان من اكتر النماذج في جيلنا التزاما وحبا وشغفا، وهو بالفرقه العظيمه اللي معاه في التاريخ يمكن الاربع سنين اللي فاتوا ويمكن اكتر من اربع سنين، محمد يمكن حقق رقم تاريخي في اكتر عدد فوز بطولات في العالم في فرقه كره طائره. فدي انجازات طبعاً. يمكن للنادي ولمجلس الاداره اللي موجود وللعيبه اللي موجوده ومحمد وبصراحه الجمهور، لان في جمهور كبير للكره الطائره يمكن الناس مش حاسه بكده بس عندنا جمهور كبير، فطبعا علاقتي بالنادي علاقه وطيده جدا جدا جدا.